بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان سيكوال سيرفر 2012. هنتكلم النهارده عن توبيك ازاي اعمل امبورت واكسبورت من فلات فايل او ملف اكس ام ال داخل سيكوال، والعكس بعمليه التصدير والاستيراد، او ان انا اطلع الداتا بتاعتي بشكل ملف اكس ام ال واستردها مره تانية. الكلام ده ان شاء الله هيكون على شكل التوبكس اللي معانا ثلاث مراحل. هي الاول ازاي اتعامل مع الامبورت اند اكسبورت ويزر، ازاي اتعامل مع البولك انسرت، وازاي كمان اتعامل مع البي سي بي او البولك كوبي بروجرام، وده من خلال الكوماند، وازاي كمان اعمل حاجه زي الاوتوميشنز او الحاجه الاوتوماتيكيه اللي ممكن تبقى بات على ريسكيدجول تبع الويندوز. تعال نبدا مع بعض. اولا فكره ان انا اعمل امبورت واكسبورت داخل داتابيز، تعال نبداها مع بعض. الاول انا مجهز لك تو فايلز، ملف فلات يعني تي اكس دي، يعني ملف مش باين منه هيراركال او متقسم، زي مثلا ستودنت اي دي، ستودنت نيم، الكلاس مارك، وبعد كده كاتب شويه بيانات. المفروض ان انا عايز اخد الملف ده احطه في داتابيز او احطه على تيبلز. طيب نفس الحكايه لو انا عندي الداتا ديت بس بشكل هيراركال شويه او بشكل تقسيم شويه، زي ملف اكس ام ال، اسف ملف اكس ال اس، اكس ال اس اكس، تمام، او ملف اكسل عامه باي كان الاكستنشن بتاعه. تعال نبدا مع بعض باننا هنفتح الفيجوال، هنفتح اسف سيكوال سيرفر، وهنبدا نشتغل على اننا نعمل امبورت للداتا ديت داخل سيكوال، وبالعكس نعمل لها اكسبورت. الاول فكره الامبورت هي فكره ان انا بستدعي داتا من خلال فايلز. طيب هنكري الداتابيز، هاجي هنا على الداتابيز واضغط رايت كليك وابدا اقول له نيو داتابيز. تعالى نسمي الداتابيز بتاعتنا ديت مثلا اس كيو ال او امبورت اند اكسبورت. امبورت اند اكسبورت، اوكي، كده اتكريت الداتابيز معانا. تعالى كده بقى نشوف ازاي هنتعامل مع الامبورت داخل الداتابيز دي. import and export، جيت هنا وافتح على الداتابيز نفسها رايت كليك، في مجموعه التاسكس بتاعي بيبقى عندي حاجه اسمها import data و export data. طيب الاول هختار فكره الامبورت. طيب انا اهم حاجه عندي في الامبورت يا شباب حاجتين، ان انا احدد الديستنيشن انا رايح فين، والسورس او انا جاي منين. يبقى لازم تحدد لي انت جاي الداتا دي السورس بتاعها او المصدر بتاعها ايه، والديستنيشن بتاعها او الواجهه اللي انا رايح لها هتكون ايه. ده الويزر بتاعنا، فهنبدا نقول له نيكست، فهيبدا يسالني عن الاختيار الاول تشوز ا داتا سورس، قول لي الداتا سورس بتاعتك ايه. طبعا قبل ما اختار الداتا سورس انا هجيب حاجه من بره سيكوال، فانا لازم اختار من فوق الداتا سورس بتاعي. طبعا دي اشكال الداتا سورس اللي ممكن اتعامل معاها. انا هنا بختار حاجه اسمها فلات فايل سورس، وده معناه ان انا هتعامل مع ملف من نوع تي اكس تي. طيب بعد ما اخترت فلات داتا سورس بستناه شويه لحد لما الويزر يبدا يطلع لي بقيه الكونفيجوريشن اللي هيتبنى عليه سيلكت عن هذا الملف، يعني ان انا بعمل سيلكت عن الملف ده. طيب ده الشكل بتاعي، بيبدا يظهر لي هنا براوز، بضغط على براوز. تعالى نفتح الملف بتاعنا، تمام، هبدا اختار الملف اللي هو school.txt وابدا اقول له open. بدا يقول لي ان هو يعني اللوكال بتاعي، الكود بيجز او الاسابي هيتكتب، ممكن يتكتب بالعربي، الاشكال كلها كده. انا خدت الفايل بتاعي. ملحوظه مهمه، الفايل بتاعك لازم أن يكون على شكل ينفع انه يتفهم، يعني لازم أن يكون عندي سيبريتورز او فواصل اقدر اشتغل معاها بشكل كويس. طيب بدات اقول له next، فبدا الراجل يعمل لي بريفيو. تمام، البريفيو بتاعي ده بيسالني في التشويس داتا سورس بالنسبه لك. انا كده كنت بتكلم في نقطه اسمها جنرال اللي هي تحديد الفايلز نفسه، حاليا انا بتكلم عن الكولومز. انت موافق على حاله الكولومز؟ لو لاحظت هو قسمهم لوحده، يعني هو حط الاسامي، حط الارقام او الاي دي هات تحت بعضها، حط النيم تحت بعضه، الكلاسز تحت بعضه، المارك تحت بعضه،
هو عارف ليه؟ لان لما هنرجع للفايل ده تاني يا شباب هنلاحظ ان احنا عاملين له سبيشال كاركتر اد سبريتورز اللي هو علامه الاور لو حد فاكرها من السي شارب مثلا، تمام؟ ممكن تكون كوما، ممكن تكون داش، فانت على حسب اللي انت كتبته. طيب هو فهم الكلام ده كويس قوي، ببدا اقول له نيكست، فبيبدا يدخلني على شويز ا ديستنيشن. هنا الديستنيشن المقصود بيها انت عايز الداتا دي تتحط في انهي داتابيس. فانا ببدا اعمل كونكت العادي خالص، انا هنا مع النيتف كلاينت 11 على سيكوال سيرفر، بدات اكتب اسم السيرفر. طبعا لو انت بتشتغل على سيرفر ريال هتكتب الدومين مثلا او النيم بتاع السيرفر، هتحدد الاوثنتيكيشنز بتاعك سواء ويندوز اوثنتيكيشن او سيرفر اوثنتيكيشن، وبعد كده هتبدا تختار من الليسته ديت مجموعه الداتابيز اللي احنا رايحين لها. طبعا انا هنا حددت خلاص الداتابيز بتاعتي اللي هي امبورت اند اكسبورت داتابيز، ببدا اقول له نيكست. يبقى انا الاول حددت الفايلز وبعد كده بدات اديله النيم. طبعا بدا يظهر معايا وبيقول لي والله انا هعمل لك الكلام ده بمسمى، خلي بالك الديسكريبشنز بتاعي ده السورس وده الديستنيشن. الديسكريبشن واضح تحت كده او المسمى او التايتل ظاهر فيه دي بي او دوت سكول، معنى كده ان التيبل هيكون اسمه سكول. لو انت محتاج تغير التيبل ده ممكن نضغط عليه ضغطه كده وابدا امسح الكلام ده وابدا ما بين سكوير براكت اقول له لا انا عايز ستودنت. يبقى انا هنا غيرت اسم الافتراضي بتاعه، واقدر اعمل من هنا فيو علشان اتفرج عليه، مفيش اي مشكله. يبقى انا عرفت دلوقتي انا هجيب منين. طبعا كتب لي الباس بتاع الفايل بتاعي بالكامل لو لاحظنا اهو، وبعد كده بدا يحدد معايا الاسم اللي انا اخترته، ببدا اقول له نيكست. اخر خطوه هنا بقول له ايوه انا هعمل راننج للويزر بتاعي ده immediately، يعني مباشره ما اخلص نيكست. بيبدا يطلع لي السمرايزيشن او نهايه الويزر بتاعنا بانه يقول لي تمام انا عملت لك الفايل او ديت الاجراءات اللي انت هتعملها. في الاخر خالص بقول له فينش، بيبدا يعمل البروسيس بتاعه وبيعرفني هو عمل ترانسفير لكام رو. لاحظ هنا كوبي تو دي بي او دوت ستودنت، يبقى انا كريت التيبلز وحطيت فيه 10 رو. تعالى نتاكد من الكلام ده باننا نعمل كلوز ونبدا نرجع تاني للويزر بتاعنا ونعمل ريفرش للتيبل. بدا يطلع عندي مين؟ مجموعه التيبل ده ايه. طيب نيجي في السلكتايه بتاعنا او الكويري عشان نتاكد ان الكلام ده سليم، سلكت اول فروم ستودنتس، فاضل بس حاجه بسيطه وهي اني اجي اقول له انا هيوز لي امبورت اند اكسبورت جو. تعالى نعمل الاول يوزنج وبعد كده بدات اعمل سيلكت الستودنتس، بدات تطلع قدامي الداتا اللي انا جايبها اساسا من ملف ايه؟ ها ملف فلات. طيب بسرعه كده هنبدا نعمل نفس الخطوات ديت بس على ملف تاني. ايه طبيعه الملف التاني اللي احنا هنشتغل عليه؟ هو ملف اكسل. تعالى بقى نخش على ملف الاكسل ده، هو فيه نفس الداتا بس انا هعملها في تيبل تاني. طيب هرجع تاني على داتابيز، رايت كليك تاسكس، وهبدا اقول له امبورت داتا وابدا اقول له نيكست. السورس بتاعي المره دي هختار السورس من نوع ملف مايكروسوفت اكسل، فبيبدا يقول لي براوز عليه. خلي بالك قبل ما اخش الاكسل فيرجن المتاح هو من 97 ل 2003، ده الاكستنشن بتاعه بيكون اكس ال اس، لكن اللي انا هشتغل عليه اكس ال اس اكس، ده اللي هو 2007 2010 فيما فوق. طيب انا ضغطت اوكي تلقائيا هو اتعدل لمايكروسوفت اكسل كام؟ 2012. بدات اقول له نيكست، بدا يدخلني على طول على الديستنيشن، انا مش محتاج تحديد كولوم لان الدنيا عندي متقسمه على شكل تيبل، جاست بس ان انا هحدد الداتابيز اللي انا رايح لها. بيبدا يقول لي كوبي داتا فروم وان اور مور تيبل اور فيو، بقول له ماشي ما عنديش مشكله. بدا يقول لي خلي بالك، بيقول لي دلوقتي انت هتاخد الديستنيشن بتاعك من شيت 1 وهيتسمى بشيت 1. خلي بالك هو دخل شاف شيت 1 لان انا ما عنديش في الفايل غير شيت 1. طب نفترض ان انا عندي شيت 1 وشيت 2، يعني مثلا على سبيل المثال لو انا فاتح الملف كده ورحت ضايف شيت 2 وشيت 3، كده الملف بتاعي بقى فيه كام شيت؟ 3 شيت. تعالى نعمل سيف وتعالى نرجع خطوات كده باك سريعه بحيث ان انا اقول له لا ده انا هدي لك ملف تاني عشان يحس بيه. ها نكست نكست، بقول له كوبي داتا فروم وان اور مور تيبل اور فيو، وبدات اقول له نكست.
لاحظ كده ظهر معايا كام شيت. ظهر معايا 3. يبقى انت لو عندك اكتر من شيت في الورك بوك اللي انت عامله في الحاله ديت هتبدا تحدده. خلي بالك هو هنا ما حددش لان ما عنديش عندي اختيارات كتيره، فلازم انت اللي تحدد. فهنا لما بختاره بيبدا يقول لي ده هيبقى الشكل بتاعه. طبعا ممكن اشوف البريفيو بتاعه نفس الداتا بالظبط. طيب لو انا اخترت الاستاذ ده نفس الكلام، الاستاذ ده براحتك انت ممكن تختار اي شيت انت عايزه. طب نفس القصه هاجي هنا واغير اسم الشيت بتاعي، هخليه مثلا student. تمام، وهبدا اقول له next. بيبدا يقول لي هتعمل الران immediately. تمام، طيب طلع لي السمري بتاعي. اوكي، تعالى نعمل ريفرش على التيبل. بقى عندي student 2. كل اللي انا هعمله اني بس هقول له طب سيلكت كده student 2، هي نفس الداتا على فكره، بس انا بقى عندي اتنين تيبل من كام مصدر، من مصدرين اللي هما فكره الفلات فايل، وفكره افت معاك ازاي اعمل عمليه امبورت من خلال فلات فايل وكمان ملف الاكسل. طيب هنبدا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نشوف ازاي هعمل عمليه الاكسبورت من خلال الملفين دول. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. برجو من حضراتكم لو عجبكم الفيلم ان انت تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف بقية الفيديوهات اللي هتتعمل على القناة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.